المولودية تعود من مدينة الأوراس بثلاث نقاط ثمينة على حساب الفريق المحلي الذي يبقى يعاني ويبحث عن الحلول للخروج من المنطقة الحمراء. البداية خلال هذا الشوط الأول كانت لصالح الفريق المحلي، سديدة بولعنصر لم يتمكن منها الشوشي وبوشوك يضيع رغم سهولة المهمة. الكاب يواصل الضغط على مرمى الشوشي، بوشوك دائما لكن الكرة خارج الإطار. بعد نصف ساعة لعب على إثر هذه الفتحة من مترف، وبعد هذه اللقطة بين دايرة وجاليد الحكم هنا يعلن ضربة جزاء أثارت احتجاج عناصر الكاب، وهذه الإعادة الحكم بنوزة كان قريبا وأعلن عن ضربة الجزاء التي حولها جاليد إلى هدف السبق لصالح مولودية الجزائر. وشوط أول انتهى على هذه النتيجة، هدف مقابل صفر لصالح مولودية العاصمة. خلال الشوط الثاني يزوار على إثر هذا الهجوم المعاكس كادوا يضاعف النتيجة بعد تسديدة غازي. رد فعل المحليين جاء عن طريق رأسية دايرة والشوشي بصعوبة يخرجها إلى الركنية ليتواصل الضغط على مرمى الزوار لكن دون نتيجة. الزوار كان بإمكانهم مضاعفة النتيجة عن طريق جاليت صاحب هذه التسديدة التي لم تكن بعيدة عن مرمى بابوش، لينتهي هذا اللقاء بفوز ثمين لصالح مولودية العاصمة أمام حيرة كبيرة لأنصار شباب باتنا. نظن باللي اليوم اللاعبين داروا مقابله تاع رجوليه، داروا مقابله راح تفرح الجمهور، ونظن باللي فريق تعبتنا فريق موش سهل لان لقينا صعوبات كبيره. انا نظن باللي الفوز تاع اليوم راهو فوز ثمين راح يخلينا نخدموا في ظروف صدير في معنويات مرتفعه باش نوجدوا المقابلات الجايه ان شاء الله. نظن باللي بعد يعني ثمان جولات ولا تسعه، الحقيقه اللي لازم تقال رغم مرارتها انه عندنا مهاجمين اللي محدودين المستوى، مهاجمين كيما هذو ما تقدرش تسجل، وفي كره القدم اذا كان ما تقدرش تسجل ما تقدرش تربح. زياده انه تلقينا الهدف يعني عن طريق ضربه جزاء اللي يبقى علامه استفهام عليها، ولكن حتى الكومبورتمون تاع اللاعبين تاع اللاعب ما تعاملش مع الكره اللي كانت سهله، ما تعاملش معها بالشيء اللازم. نظن الوحيد الخاسر في فريق شبابتنا نظن الجمهور،